صلى الله وسلم عليك يا رسول الله وعلى أهل بيتك المظلومين. لعن الله الظالمين لكم من الأولين والآخرين إلى قيام يوم الدين. ليلة السابع من شهر صفار طبق الحزن على كل البشر. إنها ليلة حزن المصطفى وهداة الخلق من آل مضار ومواليهم من الشيعة قد عقدوا المأتم في كل مقار. شعدهم يندبون المجتبى وأسفا ببكاء ودموع كالمطار. فلقد قاسى حبيب المصطفى بعد فقد المرتضى كل ضرار. يا مصائب اللي تجرعها الإمام الحسن، خذلوه بعد أن بان لهم فضله بين البرايا كالقمار. شتموه بعد شتم المرتضى ثم قالوا كأبيه قد كفر. شتموه بعد شتم المرتضى ثم قالوا كأبيه قد كفر. خذلوه سحبوه من مصلاه كما يسحب المجرم من دون حذر. طعنوه وهو في محرابه أغضب الجبار فيما قد صدر. بعد ثم سموه فوا ويل له من عتاة قد نسوا رب البشائر وسر السم إلى أحشائه وعلى الوجنة قد بان الأثار. لو تراه وسط أقليه وقد عظم الخطب على من قد حضار. شنو حالة إمامي؟ يقول الشاعر يقذف الأحشاء في الطشت وقد أثر السم على نور البصار. وين الحسين؟ وحسين من عظيم الخطب قد أعلن الحزن على المولى الأغار.
كبد الحسن، تقطعت كبد الحسن بالسم يا شيعة بالطشين. والحسين عليه يبكي يقول لعدت شمتت، والوديعة من لفليها الخبار يما لفايات، تقول فتشوا الباب لي بنظر أحوال الولي، صاحب محمد يا خو يا حسين يجري مدمعه. تقرا وياي بالونه، صاحب محمد يا خو يا حسين يجري مدمعه، بعجل شيل الطشت لا تنظر الكبد مقطع، خايف عليه تشوفه تظل بعد مروعة، شبيدي عليه تظل بالطاف حرمة بلا ولي، بين ما هو يكلمه لأن الوديعة جت له، ونظرة حسين الشفية وشافت الطشت بيده، نادت خبرني خويا هالطشت شنو اللي فيه، لا يكون بهالطشت متقطع كبد الولي. تأمل تأمل بهاي البيت، صاحبي حسين ودموعه على خده جرت، وراد يبكي لكن العبره بصدره تكسرت، لا تكشف الطشت كبد الحسن بيه تقطع، نادت وضيعتي منه عقب عينيلي، صاحبي غالحسن ودموعه على خده سايله، حلل يا حامه هاليوم حلها بكربلة، تشوفي بعينك خليصي حسين محد غسله، بعد المعزة يا زينب والصيانة تنولي. بعد 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 ايش عندك ابو محمد؟ قال وانا خبر عندي، وانا عندي خبر من جدي يا ابو سكن الشقي، لازم تظل في فيافي كربلا فوق الصعيد، والوديعة اللي تراها تدخل بمجلس يزيد، والوديعة اللي تراها تدخل بمجلس، تصيح وينك للحمية والعشيرة محلي، يتصيح وينك للحمية والعشيرة مع أهلي، لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، إنا لله وإنا إليه راجعون، وأفوض أمري إلى الله، إن الله بصير بالعباد. عطروا مجالسكم بذكر محمد وآل محمد.
في هذا المأتم المبارك، ونحن نعيش في هذا اليوم ذكرى استشهاد إمامنا الحسن سلام الله عليه. أتعرض باختصار شديد إلى بعض الأسباب التي جعلت الإمام الحسن سلام الله عليه يصالح معاوية بن أبي سفيان. السبب الأول الذي جعل الإمام يصالح معاوية هو ضعف جيش الإمام سلام الله عليه. كيف ضعف جيش الإمام؟ شنو معنى ضعف جيش الإمام؟ الملاحظ على جيش الإمام الحسن صلوات الله وسلامه عليه أنه مركب من خليط، ليس مركب من فئة واحدة على عقيدة ثابتة، على مبدأ واحد، على نظام واحد. لا، في جيش الإمام الحسن سلام الله عليه عدة فئات، أذكر لك هذه الفئات. الفئة الأولى الخوارج، خوارج موجودة في جيش الإمام الحسن سلام الله عليه، وانت تعرف يا مؤمن الخوارج تستثيرهم أدنى شبهة، مو على عقيدة ثابتة، عدل؟ خوارج، احسب. ثانية، الفئة الثانية، الفئة الثانية هم الذين أضمروا الولاء لحكومة الشام، يتحين الفرصة المناسبة لتسليم الأمر إلى معاوية. أي مجموعة هم في جيش الإمام الحسين. الفئة الثالثة هي الفئة هم الذين أرسلوا إلى معاوية يطلبون منه الأمان، وهذه خيانة إلى الإمام الحسن سلام الله عليه. في جيش الإمام الحسين يرسل إلى معاوية يطلب منه الأمان، هذه مو خيانة؟ خيانة. الفئة الرابعة هي الفئة المليئة حقدا وأضغانا على حكومة الكوفة بسبب العهود السابقة، موجودين في وين؟ موجودين في جيش الإمام. الفئة الخامسة هي الفئة المتأرجحة، مع من ينتصر؟ باختصار شديد ومع من ينتصر؟ انتصر الإمام الحسن ويا الحسن، انتصر معاوية ويا معاوية. الفئة السادسة هي الفئة المؤمنة، الفئة المؤمنة أي الفئة المؤمنة الذي يضيع صوتها بين أصوات الفئات الأخرى. فأول أمر هو ضعف جيش الإمام، وبدت الخيانة من القائد عبيد الله بن العباس ابن عمه، بعث معاوية لأن جيش الإمام خرج وعسكر، لعل المنطقة اللي عسكر فيها اسمها أوانة، خرج جيش الإمام سلام الله عليه وعسكر في إحدى المناطق، وبث معاوية شائعة في الجيش. ما هي هذه الشائعة؟ إن الحسن يراسل معاوية، فالعلامة تقتلون أنفسكم. ليش أنتم جايين طالعين ومعسكرين والحسن داكو يراسل معاوية؟ وسرت الشائعة طبعا في الجيش، وصلت إلى القائد عبيد الله ابن العباس، وبينما هو في حيرة من أمره لا يكلف نفسه بأن هذه الشائعة صحيحة أو لا، وبلغه تباطؤ الكوفيين عن النصرة، إذ جاءه كتاب معاوية: إن الحسن راسلني وهو مسلم إلي الأمر في مضمون كلامه، فادخل وأنت تابع، وإلا دخلت وأنت متبوع. وجعل فيها ألف درهم. هذه المسألة الأولى. السبب الثاني، وهذا ما نريد أن نوصل إليه، وهذا لعله من أهم الأسباب، وينبغي للمؤمن أن يدرك هذا السبب بالتفصيل الممل، لأن بعض الباحثين اعتبر هذا السبب هو الذي فتت عضد الإمام الحسن سلام الله عليه. بالفعل، ما هو هذا السبب؟
اللي اعتبره بعض الباحثين هو اللي فتت عضد الإمام الحسن سلام الله عليه، هو الخطاب السلمي لمعاوية بن أبي سفيان. معاوية كان يتكلم بلغة بيالغة، يريد حرب لو يريد صلح وإصلاح كان يتكلم، كان يريد لا صلح، كان يريد صلح. معاوية كان يتحدث بلغة الصلح، يقول مهما كانت شروط الحسن أريد صلح ما أريد حرب. كان يتكلم بلغة السلام، وهي اللي فتت عضد الإمام الحسن. ليش؟ الآن سوف نأتي في عدة تحليل هذا الكلام. أمام هذا الخطاب السلمي اللي اتخذ معاوية، أمام هذا الخطاب الإصلاحي اللي اتخذ معاوية، لم يجد أمامه الإمام إلا الصلح، ما وجد أمامه إلا الصلح. ليش؟ يقول أحد العلماء، التفت إلى قول هذا العالم، يقول لأنه إذا أصر الإمام على الحرب، لو فرضنا إن الإمام أصر على الحرب، يقول لو أصر الإمام على الحرب يقول فلا يخلو من أمرين، إما غالب وإما مغلوب. أدلولا نأتي إلى فرضية إن الإمام الحسن غالب، ونأتي إلى النتيجة في فرضية إن الإمام الحسن مغلوب. إذا قلنا الفرضية الأولى أن الإمام الحسن غالب صلوات الله وسلامه عليه، وهذا طبعا فرضية شبه المستحيل بحسب المعطيات كما يذكر، لكن احنا نفرض هاي الفرضية، شنو النتيجة تطلع عندنا؟ النتيجة اولا التفت ايمون، النتيجة سوف يخرج معاوية بصورة المظلوم، لانه كما قلنا كان يتخذ بلغة السلم، كان يتحكي ما كان يريد الحرب، فبيخرج بصورة شنو؟ المظلوم. عدل ولا مو هذا الواقع؟ أي خلي بالك يا أمي. الأمر الثاني، من الذي أبى وبغى إلا الحرب؟ الحسن سلام الله عليه. الدماء التي أريقت من الجيشين في رقبة، في رقبة من؟ في رقبة الإمام. لأننا كما قلنا المعاوية اتخذ خطاب السلمي، وهذا اللي فتت عضد الإمام سلام الله عليه، اتخذ الخطاب السلمي، ففي نظر الناس بأن معاوية اتخذ السلم، والذي أبى إلا الحرب هو الإمام الحسن، فالدماء في رقبته. هذا إذا كان الإمام الحسن غالب، وهذا شبه المستحيل. وإذا كان الإمام الحسن سلام الله عليه مغلوب، أول كلمة سوف تقال إن الحسن هو الذي ألقى بيده إلى التهلكة، ما حد قال لي حارب معاوية، معاوية يقول لي أريد الصلح مهما كانت شروطك. شنو اللي يشرطه الحسن؟ يريد الصلح، يريد السلم، يريد السلام. شايف كيف؟ فالبعض قال بعض الباحثين الخطاب السلمي إلى معاوية بن أبي سفيان هو اللي فتت عضد الإمام الحسن سلام الله عليه، ما وجد أمامه إلا أمامه إلا الصلح. والدماء أيضا في رقبة الإمام الحسن، على كلا الفرضيتين طبعا، على كلا الفرضيتين. هذا إذا فرضنا الحرب، وهذا من لعله من أهم الأسباب اللي جعلت الإمام سلام الله عليه أمامه للصلح المعاوية. أريد أختم بالنقطة الثالثة وهي الحفاظ على الشيعة والتشيع. لدينا كلمة للإمام سلام الله عليه، لولا الذي لم يفعل لم يبقى شيعي. أدل لولا، ربما البعض يتعجب من هاي الكلمة، مع العلم ان احنا ما وردنا من امير المؤمنين انه يقول هاي الكلام، الامام الحسين ما وردنا عنه انه يقول هاي الكلام، الامام الحسن يقول هاي الكلام، يقول لولا الذي لم افعل ما بقي شيء. امير المؤمنين ما بلغنا قال هاي الكلمة. يقول هنا بعض التوجيهات التي تذكر، من هذه التوجيهات بانه الامام يقول لولا الذي لم افعل لم يبقى شيعي. نحن أثبتنا أمام الخطاب السلمي لمعاوية لم يجد أمامه إلا ماذا؟ إلا الصلح. قلنا لو حارب الإمام، على كلا الفرضيتين لو حارب، أيها المؤمن فلتعلم بأن معاوية وأصحابه سوف يروجوا إلى فكرة، وهي
سواء أن الإمام غالب أو مغلوب سوف يروج إلى فكرة بأن الإمام الحسن بن علي عليه السلام طالب دنيا لا طالب دين. بتجي تقول شنو الدليل؟ الدليل إنه أصر على الحرب، معاوية كان يريد السلم، فبعد ذلك سوف يروج معاوية بأن الإمام الحسن ماذا؟ طالب دنيا، ما أراد إلا إراقة الدماء بين المسلمين، ولو أراد الدين لوافق على الصلح، ونحن قد وافقنا على شروطه وهو لم يوافق إلا الحرب. أسألك بالله، إذا روجت، البعض يذكر هذا التوجيه، إذا روج لهذه الفكرة بأن الإمام الحسن طالب دنيا ما طالب دين، والتشيع متمثل في الإمام، يا صورة تبقى إلى التشيع إذا شو هي صورة الإمام؟ وهذه من التوجيهات التي لكلمة الإمام الحسن، لولا الذي لم أفعل لم يبقى شيعي، ويا صورة إلى التشيع تبقى بعد أن يروج إلى أن الإمام هو طالب دنيا لا طالب دين، وترسخ في قلوب الأمة بأن الإمام الحسن طالب دنيا لا طالب دين. هذا بعد ذلك، هذا ما أردنا أن نوضحه في هذه العجالة. وقبل أن ندخل في المصيبة أذكر قصة وهي من لطائفي، وهي من بركات الإمام صلوات الله وسلامه عليه، وهي من ألطافه على من يتمسك به ويتوسل به ويتمسك بنهجه ويمشي على خطاه صلوات الله وسلامه عليه. ينقل أحد الأفاضل، والذي ينقلها هم هو ينقلها مع جماعة، وكان يقول لا أظن بأن أحدا فيكم قد سمع بهذه القصة، يقول لأنني سمعتها بالسامع هذه القصة. فهو يذكر هذه القصة بأنه يقول المحقق القمي، يقول المحقق القمي يقولوا للمعصومة، السيدة المعصومة يدخل في شفاعتها أهل قم. قال أهل قم، السيدة المعصومة يدخل في شفاعتها أهل قم، أهل قم يدخلوا في شفاعتها، وكأنما أنتون يعني مستخدمين أن أهل قم يدخلوا في شفاعة السيدة المعصومة، أهل قم يدخلوا في شفاعتي، أهل الدنيا يدخلوا في شفاعة السيدة المعصومة، مو أهل قم بس، أهل الدنيا يدخلوا في شفاعة السيدة المعصومة سلام الله عليها. يقولوا هنا ليش قال المحقق القمي أن أهل قم يدخلوا في شفاعتي؟ يقولوا هنا لأن حصلت ويا قصة ويا الإمام الحسن سلام الله عليه. يقولوا كان يريد من الإمام الحسن قلم، قلم يعني يريد قوة البيان، قوة البيان والتأليف وما شابه ذلك من هذه الأمور، يعني كنائي، قلم كنائي، قلم قلم يعني قلم قوة بيان وما شابه ذلك. يقولوا فقام يعمل أوراد وأعمال لمدة 40 يوم. في اليوم 40 المحقق القمي يقولوا كانت أمه مريضة، أمه مريضة، فهو بعد تراجع، قال أنا إذا شفت الإمام الحسن خلاص ما أريد القلم، أريد شنو؟ أريد يشافي أمي، أريد يشافي أمي. وبالفعل في يوم 40 بالليل لما أكمل يوم 40 شاف الإمام في الرؤية، رأى الإمام الحسن سلام الله عليه. قال الإمام الحسن أنت من فترة تطلبني، أنت من فترة تطلبني، شو تريد؟ قال لا أريدك تشافي أمي. قال لا أنا أدري أنت ما تريد هاي الأمر، بس أنت آثرت أمك، أنا أدري إن أنت ما تريد هاي الأمر، بس أنت آثرت أمك على طلبك، فنحن سوف نعطيك. شو نعطي؟ قال نعطيك شفاء أمك، ونعطيك شنو؟ نعطيك القلم، وهم نعطيك مقام الشفاعة، وهم نعطيك مقام الشفاعة. وعلي يقول، يقول أهل قم مو أي سيد المعصومة، هذه أهل الدنيا يدخلوا في شفاعتهم، أهل قم
يقول هاي أهل قم يدخل في شفاعتي. فيقول من هنا قال هاي الكلمة أن أهل قم يدخل في شفاعتي، لأن الإمام الحسن لما رأى قال نعطيك مقام الشفاعة. وهذا لا غرابة في من يلتزم بنهج أهل البيت ويتمسك بخطاهم من العلماء والفقهاء الكبار العظام. هذه بركات إمامنا سلام الله عليه، صلوات الله وسلامه عليه. نعم، لم يهدأ له بال حتى دعا مروان بأن يقنع جعده أن تدس للإمام سما، وإذا قضى نحبه زوجها بيزيد وجعل في الأمر ألف ألف درهم. الإمام الصادق عليه السلام في مضمون الرواية يقول إن الأشعث شريك في دم أمير المؤمنين، وابنته جعدة سمة الحسن، وابنه محمد شريك في دم الحسين. عظم الله أجورنا وأجوركم، فدست لإمامنا ذلك السام. أين المنادي وإماما، أين المنادي وسيدا وحسنا؟ يدخل عليه الإمام الحسين سلام الله عليه في أيام مرضه، جعل الإمام الحسين يبكي، يقول له مما تبكي؟ قال له أبكي لما صنع بك، أبكي مما صنع، مما صنع بك. قال له إن الذي أتى إلي بالسم شخص واحد، ولكن لا يوم كيومك يا أبا عبد الله، يزدلف إليك 30,000. يقول رأس الحسن في حجر الحسين يقذف بين الحين والأخرى أحشاءه في الطشت. تعالت ونتوا بالباب خيتا، تقرا وياي بهاي الطور، تقرا تقرا بالون. تعالت ونتوا بالباب خيتا، تسمع للحسن يحكي وصيتا، سمعها من نع نفسه ومنيتا، وصارت تجذب الون خفي. سمع للصوت نادى من ورا الباب، يا زاير مو وقت هذا ويا لجناب، وقت عندي أودع بالسلح باب، وريد أن زينب توافي إلي. هذا مو وقت الزيارة، هذا مو وقت الأجانب، من بالباب؟ قالت أني الدار الحزن بي ولفاني، سليتاني الحزن ما غل سلاني، أني اللي زماني يا ولي ولاني، من يوم النبي وانا برزية. ما اتضحت الرؤية، من بالباب؟ أنا اللي شاغدت أمي ورا الباب، ضلعها من العصر يا وسفه انصاب، وخي شفت مرمي فوق التراب، لما نسقط أم الزكي. أنا اللي شاغدت بويا في كل حال، مرة مكتفينا ويلي بحبال، ومرة تحملوا يحملوا غجتو في الرجال، وراسه مطبر بسيف المنية. أنا الفاقدة أمي وبيي،
وانا الجاي يتعافى لخي اخاف يزول يا حسين في لو غاب الحسن هاليوم يا حسين. اتضحت ان الرؤية اللي خلف الباب زينب سمع ون العقيل وصاح خفي يا حسين طشت الكبدتي بي اخاف اختك اذا دخلت تلاقي ويا اذي منظره زينب خطية اي دخلت لو دمعها يجري بالعين عسى سالم من العلة ومن البين قالت لس قال لها السلامة يا اختي مني. دخلت عليه وهي تنادي واخاه وحسناه واماماه لكن عدها حجاية عدها حجاية زينب حجاية مؤلمة ويا الحسن شي تقول له هطشت تخفيه عني خايفاني انظرا وينفجع قلبي من عاين جبدتك متفطرة يا الحسن خايف اشاغيت جبدتك ويا غدر وانا يا اخويا الشفيت بالباب ضلع من هشر وباكر انظر قلب اخونا حسين مصيوب بالسغر والدمى من جروحة تجري ومن جدل فوق الثرى وين الونة الحسينية سمعني ونة حسينية ها تقول لي تخاف شاغدها الطشيت وبوسط جبدك من تثور وباكر انظر بالثرى لحسين جسمه يعتفر يا الزكي وبالسيف والله يحبر وداج الشمر اماما وحسينا بعد تأمل بهاي المصيبة هطشت خايف أشوفها وتالي أحزاني تزيد وباكر انظر طشت ثاني بوسطة راس الشهيد براس الشهيد الشهيد يا الحسن وقبال عيني كسر اسنانه يا زيد اي المصيبة ما تنسها ما تنسها قريت أبيات في وفاة الإمام السجاد من ضمن هاي الأبيات ها ما ينسى هاي المصيبة يقول فعلي زيد ما أنساه وما أنساه ديوانه أقبال النسى والأيتام تناول رأس مولانا وقام يلوح بيده ومنه كسر أسنانه عظم الله أجوركم إلى أن ثقل حال إمامنا الحسن أين المنادي وحسناه يلا يلا شيل الونة ودع خواته ودع ابناته وبنينه ودع خواته ودع ابناته وبنينه ودع اخوانه ودار ابو محمد بعيد جت الفواطم تودعه صغار وكبار
وزينب تنادي صوبتنا مصيبة الدار، سلم على اللي في صدرها صواب مسمار، وسلم على اللي في صلاة مطبرينه، وللقبلة توجه يا شيعة واسبى اليدي، واختفت والناتة وعدل للموت رجلي، وغمض عيونه والنوايح صارت عليه، وقام الصبط يصفق على شماله بيمينه، وفاضت روحه المقدسة. وحسين نادى عيشتي قشرب لياك، خذني يا خويا للقبر روحي فداياك. بيا مصيبة أختم لك، بيا مصيبة لازم أقرأ على هاي المصيبة، أريد أختم مجلسنا بهاي المصيبة، ها أريد أكسر قلبك بهاي المصيبة. صدق أنا بذبحوني ويومي ما مثيل يوم، صدق أنا بذبحوني ويومي ما مثيل يوم، ويومي ما مثيل، لكن قبري تشيد وبس قبرك يظل مهدود. صدق نحري، ليش ما نسمع ونها صح ولادي وحسنا، صدق نحري العدى يقطعوه وسالم يال حسن نحرك، وصدري بخيل بيطحنه بس ما ينطحن صد، لكن ينبني قبري وانت ينهدم قبرك. عزيز علي يا خويا يا خويا، قبرك يهدموه القوم. يا نور العين يا مسموع، قبر بكار بلا شوفا، أصبح لي الخلق كعبة والوادم تجي الطوفة، وانت يا الحسن قبرك بس حجارة مصفوفة. متساوي مع التراب آغي عليك يا مسموم، تكسر خاطرك هالمقارنة اسمع لي. بيوم الأربعين الناس تقصد قبري مشاية، وتبكي بشوفة القبة وتطب للصحن عناية، وانت قبرك مهدم لا قبة ولا راية، علينا ضايع رسومه ما نلقى عليه رسوم. بعد هاي البيت، بليلة موتتك خويا والله تكسر الخاطر، أسألك بالله يا مؤمن أكون أعي يم الحسن بهذا الوقت لولا، منصوب يم ماتم بهالليلة بالبقيع لولا، يقل لمظلم يا الحسن قبرك وحالة يشعب الناظر، ولا حول ولا صيحة وما حول ولا زايا، وما حول ولا صيحة
وما حول ولا زاير ولا واحد يصيح عليك. صيحوا على الحسن، صيحوا وحسنا. يقول لي انا يا الحسن زواري شوف شلون يضيفوها، وانت خويا زوارك يهينوها ويشتموها، حتى من السلام عليك يا مظلوم امنعوها. من مبلغ المصطفى والطهر فاطمة أن الحسين دما يبكي على الحسن، يقول يا عضدي في كل نائبة، اللهم بالزهراء وأبيها وبعلها وبنيها السر المستودع فيها، شافي كل مريض، فك كل أسير، غير سوء حالنا بحسن حالك يا كريم، إلى موتانا وموت العلماء وموت الشهداء وموت المؤسسين، نهدي للجميع ثواب الفاتحة مع الصلوات.